بكرهك. ايه يا آية؟ أمنية مالها؟ في ايه؟ وأنا مالي بأمنية؟ بدل ما تسأل على أمنية شوف بنتك راحت فين؟ هات لي بنتي يا محمود. أنا هموت من غير بنتي. خلي بالك أنا عايزة بنتي. عايزة بنتي. معايا فلوس كتير قوي يا أمنية. استني يا أمنية. معايا فلوس كتير قوي يا أمنية. أنا مش فاهم حاجة يا آية. يا آية. ايه ده، هما راحوا فين؟ يمكن يكونوا طلعوا فوق. لما اطلع لهم اخبط عليهم واخد امنيه بنتي وامشي. كانوا راحوا فين يعني؟ يمكن يكونوا طالعوا بره في الشارع مستنيين بنتهم غزل. لما انزل اشوفهم. هنعمل ايه يا محمود؟ هنبص عليها عند البيت. ماما ندى، اختي ما شفتيش غزل جوه؟ ما غزل ما جاتش. غزل جت. لا ما شفتهاش. في جديد؟ في اخبار حلوه؟ هتقولها لنا. ايوه كلمي يا ماما. لا ما شفتش حاجه. وبعدين انا جاي اخدك عشان انا ماشيه من البيت ده. خلاص يلا امنيه. تغزيني؟ ايوه يلا بينا عشان ماشيين من البيت ده. وهتروحي فين يا ماما؟ هقول لك بعدين. هتروحي عند بابا؟ لا يا امنيه هقول لك بعدين. الحقيني يا ندى، انا مش لاقيه غزل. انا مش لاقيه غزل. تعالي دوري معايا على غزل. دوري معايا على غزل. وبعدين ان شاء الله هتلاقيه. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش همشي يا ماما من البيت ده غير يا ماما لما الاقي غزل واطمن عليها. امنيه اسمعي الكلام، انا بقول كلامي مره واحده بس. يلا بينا نمشي من البيت ده. اختي حبيبتي تعالي معانا. بص خد انت امنيه، دوروا من هنا واحنا هندوروا من هنا. دوروا على غزل بنت اخوك يا حبيبتك. دوري. وانا دلوقتي يا محمود بقيت اختك وحبيبتك. لما بنتك ضاعت روح يا محمود ان شاء الله تلاقيها. وبعدين كمان مش كده وبس يا ماما، في ليه هدوم عند خال يا حبيبتي؟ مش عايزاها. انا عندي حبه هدوم على بسك منها يا امنيه. يلا بينا يا امنيه نمشوا من هنا. حاضر. وان شاء الله يا خير. وان شاء الله تلاقي بنتك غزل. ان شاء الله. ان شاء الله. هتروح فين يا اختي يا حبيبتي؟ تعالي دوري معانا. لا يلا. مش جايه ادور. وانا بقيت شغل بالك ليا رايحه فين ولا جايه منين دلوقتي ليه؟ خوفي معايا. لا خوفي معايا، انا محتاج لك دلوقتي. دور لوحدك يا محمود. يلا يا امنيه. مالك في ايه انت؟ مش اختي؟ في ايه مالك؟ مش وقته دلوقتي. انا عايزه غزل. انا عايزه بنتي. فين بنتي؟ انا عايزه بنتي. انا عايزه بنتي. ماشي هي هتيجي. هي ما تقلقيش. انا عايزه بنتي. ماليش دعوه. هاتي بنتي. دوروا عليها يا غزل. يا امنيه يا امنيه فين تلبسي يا امنيه؟ انا جهزت اهو يا ماما. خلاص مش تقوليلي يا امنيه. يلا بينا حبيبتي نمشي من هنا. يلا هنمشي. طب وغزل بقى يا ماما؟ يا بنتي ملناش دعوه. ملناش دعوه؟ ايوه ملناش دعوه. صعبان عليا قوي يا ماما. لا يا حبيبتي، اخويا ومراته زلونا وشغلونا عندهم خدامين. ما يصعبش عليكي غالي زي ما احنا ما صعبناش عليهم، هما كمان ما يصعبوش عليكي يا امنيه. قوي قلبك كده يا امنيه، مش عايزاكي طيبه كده. قوليلي دلوقتي ماما روحوا فين؟ اروح عند بابا صح؟ بابا؟ ايوه. عايزه تروحي عند ابوكي اللي كرشنا من البيت. طب انا غلطانه. مش مهم ماشي يكرشني. يكرشك انتي ليه؟ ليه ما يسالش عليكي؟ ده ما فكرش حتى يا ستي يتصل بالغلط يسال عليكي يا امنيه. ايوه يا ماما هو عمل كده عشان انا ما سمعتش كلامه ورحت معاكي وما سمعتش كلامه. ولو انتي بنته اللي ما يسالش عليكي ما تساليش عليه. امال بقى يا ماما عايزه توديني على فين؟ اه عرفت، هتودينا نشتغلوا يا ماما خدامين في مكان جديد ونتبهدلوا تاني من اول وجديد. حبيبتي والله ما هبهدلك تاني. امال هتعملي ايه؟ هنشتغل خدامين تاني عند حارة يا امنيه. انا بقى معايا فلوس كتيرة قوي. عارفه الفلوس دي هعمل بيها ايه؟ ايه يا ماما؟ هجيب شقه محترمه جميله اعيش فيها انا وانتي، وبقى الفلوس هفتح محل. هفتح مكتبه كبيره، مكتبه العاب يا امنيه، وهنصرفوا منها علينا يا امنيه. وكل ده بقى يا ماما منين بقى؟ امنيه لو سمحتي بعدين هقول لك. لا قولي لي يا ماما. يعني ايه يا ماما؟ وايه فلوس جبتيها منين؟ بعدين هقول لك يا امنيه. اللي مطلوب منك دلوقتي استنيني هنا، هدخل اجيب الفلوس من جوه وجايه لك. خليكي مستنيه هنا. ايه ده؟ لا انا ماليش دعوه. انا لازم اعرف ماما جابت الفلوس دي كلها منين. لازم اروح اسالها تاني. قولي لي. انا مش قلتلك تستنيني برا. غزل غزل يا ماما. ماما مش فاهمة حاجة يا ماما. انا مش فاهمة حاجة. اهدي شوية. هي غزل بتعمل ايه هنا ونايمة ليه؟ فهميني يا ماما. اهدي شوية يا امنية. انا مش فاهمة حاجة يا ماما. اهدي يا امنية. انت خطفتي غزل؟ ما تقوليش خطفتها. انت خطفتيها يا امنية؟ انا ما خطفتهاش، انا كنت مخبياها بس يا امنية. كان لازم اخد حقي من ورث ابويا.
اخويا من محمود اخويا، هو ما رضاش يدولي من الاول وصلني ان اعمل كده. تعملي كده يا ماما؟ حرام عليك يا ماما ليه تعملي كده؟ المهم يا ماما اهدي يا امنية، واحنا هناخده بعض ونمشي من هنا يا امنية. لا انا مش همشي من هنا يا ماما غير لما تصحي غزل وتوديها الخلوة يا ماما وطنط اي، عشان انا عايزه افرحهم ومش بحب يا ماما اشوف حد بيعيط، وانت عارفه كده كويس. امنية احنا لازم نمشي من هنا، ماليش دعوه بقى يلاقوها بعد كده يصحوها، انا ماليش دعوه. لا يا ماما والنبي والنبي لو بتحبيني صحيها، والنبي مش همشي من هنا يا ماما، مش همشي من هنا. طب خلاص اهدي اهدي صحيها. طب يا غزل غزل يا امي غزل. امي حبيبتي استني يا امنيه، هي مالي ايديها متلجه كده ليه؟ في ايه يا ماما؟ غزل غزل هي البت متلجه كده ليه؟ وما فيهاش نبض كمان يا مهبل. يعني ايه؟ غزل ماتت. ايه؟ غزل؟ غزل ماتت؟ دي دنيا يا ماما. غزل غزل امي يا غزل امي يا حبيبتي، وديك لباباك يا مامتك يا غزل. غزل امي غزل يا غزل غزل ليه كده يا ماما؟ ندى ايوه يا مدام فرنسا ايوه. اسنديني للنبي دخليني البلكونه عايزه اشم شويه هوا. عينيا حاضر يا مدام فرنسا. قعدت من قعده السرير. اتفضلي اتفضلي تعالي على مهلك على مهلك. على مهلك يا مدام فرنسا. هو ايه الصوت العالي اللي تحت ده؟ اخوكي محمود قاعد كده ليه؟ ومراته ايه؟ وبنتك امنيه؟ انت ما تعرفيش اللي حصل يا مدام فرنسا؟ ايه اللي حصل؟ غزل بنت اخويا محمود وايه مش عارفين اتخطفت ولا تاهت. ربنا يرجعها لهم بالسلامه يا رب. عاوز اقول لك على حاجه يا ندى. قولي يا مدام. سامحي اخوكي محمود ومراته ايه؟ يا مدام فرنسا انا اي حد يزعلني بصلي ركعتين، واول ما بخلص الصلاه الركعتين بقوم ناسيه كل حاجه، ولا كان حد اذاني في حاجه ولا ضايقني في حاجه، بسامح كله. عارفه ليه؟ ليه يا مدام فرنسا؟ علشان انت بيضه من جوه. شكرا شكرا. تحبي تدخلي ولا عايزه تقعدي شويه؟ يلا بينا دخليني جوه. انا بكرهك يا ماما، انا بكرهك. انا كنت بحب غزل قوي يا ماما، كنت بحبك يا ماما. ليه عشان كده؟ الشوارع وغزل لحد دلوقتي لسه ما جاتش، طب احنا هنعمل ايه؟ انا عايزه بنتي ابوس ايدك جيب لي بنتي يا محمود عشان خاطري هات لي بنتي. ان شاء الله يا ايه زمانها جايه. انت كل شويه زمانها جايه زمانها جايه. طب بص بص احنا نزلنا صورتها على النت ومفيش فايده، ايه رايك لو احنا نروح نعمل محضر في القسم؟ محضر؟ ايوه بعد ساعه يا ايه ساعه، لو ما جاتش غزل هاخد نفسي كده واروح اعمل محضر في القسم. ساعه يا محمود؟ هي جايه، انا قلبي حاسس ان هي زمانها جايه دلوقتي. هو انا قلبي حاسه اني مش هشوف غزل تاني، انا قلبي مقبوض، قلبي وجعني على بنتي. قول يا رب يا ايا قول يا رب. وجعني على بنتي. انا بكرهك يا ماما، على بنتي. انا بكرهك يا ماما، بكرهك بكرهك. ايه يا ايا امنيه مالها؟ في ايه؟ وانا مالي بامنيه؟ بدل ما تسال على امنيه شوف بنتك راحت فين. هات لي بنتي يا محمود، انا هموت من غير بنتي، خلي بالك انا عايزه بنتي. عايزه بنتي. معايا فلوس كتير قوي يا امنيه، استني يا امنيه. مش فاهم حاجة يا هاي يا هاي يا ماما حرام عليك. انا نزلت برضه. انا مالي بنادى ومالي بأمنية، انا عايزة بنتي. اتصرف، هاتلي بنتي هاتلي بنتي يا رب. الله دي ان شاء الله يا رب. والنبي يا رب اقف جنبي يا رب، يا رب انا ماليش غيرك، اقف جنبي وساعدني يا رب. يا رب اقف جنبي يا رب، سلم يا رب سلم يا رب، غزل ترجع. فوق بتعملي عندي غزل؟ انت اللي خطفه غزل؟ انت اللي عملتي كده بيا يا فرنسا؟ والله هو اختك اللي كانت عامله كده، اختك اللي كانت خطفه غزل، اختك اللي عملت كده بنتي
يا أمنية استني.